إننا نطلب منكم يا هيئة الأمم المتحدة إعادة النظر في أوضاع اللاجئين في مصر، حيث إننا نحتاج لرعاية شقق ورعاية المعيشة، ونستخدم بشكل عبودية عمالة أرخص للشركات والمصانع والسيدات في أعمال المنازل. يواجهنا كل أنواع العنف والاستعمار والاستغلال البدني، وإننا دون وثائق سفر والمكوث في مصر بالسنوات، دون حماية ودون صحة، دون تعليم ولا حتى توطين لدولة ثالثة. اللاجئون الأفارقة يعيشون في تجاهل تام من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يوجد إهمال لصحة الإنسان، كثيرون منا مرضى ولا يتحصلون على علاج منذ قبل العام الجديد إلى الآن، ولكن تجاهلونا بحجة أن ميزانية بداية العام لم تنزل لهم بعد. تركونا حتى إننا أصبح لدينا إعاقة حركية، ونحن عندما لجأنا من الحروب والاضطهاد لم نأتي بالمال للعلاج ولا بالمال للأكل ولا بالمال لدفع إيجارات باهظة الثمن، ولكن جعلونا نستخدم بشكل عبودية. فرزنا كل طاقتنا في الأعمال الشاقة، وأصبح ليس لدينا طاقة، لذلك نحن ليس بيدنا حيلة. نناشد الأمم المتحدة، انظروا إلى أوضاع اللاجئين في مصر، نناشد جهات حقوق الإنسان، اللاجئون في خطر.